هعرض قدامك صورة واختار أول حاجة عينك وقعت عليها. لو كنت أول حاجة شفتها في الصورة تفاحة متاكلة، معنى ده إنك شخص واقعي وقنوع وسعيد وراضي باللي عندك في الحياة. أما لو كانت أول حاجة شفتها في الصورة وجهين قصاد بعض، فده معناه إنك بتمر بمرحلة عدم يقين مع شخص مهم جدا في حياتك. كده نكون وصلنا لنهاية الاختبار. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون العلم ينتفع بيه. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.